أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم تنظيم النسل بأن تجعل المرأة سنة للحمل وأخرى للراحة؟ هذا فتح باب لتحديد النسل، هذا لا يجوز إلا عند الضرورة. إذا كان تتابع النسل عليها يضعفها ويمرضها أو يؤثر على الرضيع الذي في حجرها، فلا بأس أن تأخذ ما يؤخر الحمل إلى أن تستعد له وتستقبله. هذا يسمى تأخير، ما هو تنظيم، يسمى تأخير. تأخير ما هو بالنسل بيدك تنظمه، لكن تأخر الحمل إلى وقت مناسب عند الضرورة. نعم.